كان في اولاد خير الله يعني اولاد البلو عم يلعبون شفت عينك نزل قذيفه لك لا سمح الله اقسم بالله كان حتقتل الاولاد قتل هون فجاه اخر هيك قضينا العيد وما عاد خير ولا ولد لا تعرضوا يضرب مره ثانيه يعني ايش دخل المناطق المدنيه يطلع يضرب فوق عجب هون ايش دخل حتى الاولاد ما سلمت منه ولا عيال عاد تفروا والله هلا قاعدين عندي مسبح هون انا فاتح مسبح بامان الله يعني ما في شيء ما لا غير نزلت قذيفه علينا هون والله سترنا كان شيء 30 ولد 40 ولد عندي نزلت وحده على الطريق هون قدام جامع النور صوب واحد فيها وضربوا استهدفوا ساحه العيد هلا كله اطفال يعني شو له هون يا